القطاع الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في سؤالين، أولهما حول مآل إحداث أكشاك إدارية على صعيد كبريات المدن للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الوطني للأحرار. تفضلي السيدة النائبة المحترمة. سيد الرئيس، السادة الوزراء، سيدات السادة النواب المحترمين، مما لا شك فيه أن تطوير الإدارة العمومية وتقريب الإدارة للمواطنين يجب أن يكون من أولويات الحكومة. ونحن في التجمع الوطني الأحرار نسائلكم السيد الوزير عن مآل مشروع إحداث أكشاك إدارية تفي بهذا الغرض، وهل من مقاربة لدى الحكومة لتقريب وتوفير الخدمات الإدارية للمواطن وتبسيط مساطر الولوج إليها؟ وشكرا. كلمة لكم السيد الوزير للجواب، تفضلوا. سيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، إذا بالنسبة لإحداث الأكشاك الإدارية الهدف منها وهو تقريب الخدمات الإدارية من المرتفقين أي من المواطنين وتمكينهم من مساحة زمنية كافية من أجل الحصول على بعض الخدمات في الأماكن اللي كيتوافدوا فيها المواطنين بكثرة. فهي في الحقيقة كانت تمت واحد الدراسة سنة 2009، ولكن هذه الدراسة مع الأسف ما يعني كان عندها خلاصات إيجابية، ولكن لم يتم هذا المشروع رغم هذه الإيجابية ديال هذه الخلاصات. ففي إطار الاستراتيجية ديال تحديث الإدارة اللي أنا الآن بصدد وضعها، فأعطيت الأسبقية لتحسين الخدمات العمومية. من بين هذه الإجراءات كان إجراء ديال الأكشاك، إحداث أكشاك إدارية، ولكن ما كانش غير هذا الأكشاك، كان كذلك عدد من الإجراءات كاعتماد نظام المداومات بالنسبة للإدارة العمومية أو كل الإدارات. الآن نحن بصدد وضع واحد الخرائطية ديال هذه المداومات على الصعيد الوطني وعلى يعني صعيد كل وزارة، اعتماد كذلك نظام للاستقبال بالمصالح الإدارية، وكذلك تبسيط المساطر الإدارية. أعطينا الانطلاقة للبرنامج ديال تبسيط 100 مسطرة إدارية. اللي بغيت نأكد وهو أن الحكومة عندها الآن واحد التصور واحد البرنامج اللي هو متكامل، والهدف ديالو الأساسي هو تحسين الخدمات للمواطنين. وشكرا. كلمة لكم السيدة النائبة المحترمة للتعقيب. الصوت. قلت السؤال ديالنا اليوم يصادف اليوم الوطني لمحاربة الرشوة، والوزارة ديالكم تقوم بحملة لمحاربة هذه الظاهرة، إلا أنه نلاحظ أن الكل يعلم أن الحكومة في أول مبادرة لها رفعت شعار محاربة الفساد واعتماد الحكامة الجيدة، لكن عمليا لا زال المرفق العام يتعامل بنفس الأسلوب مع المواطن ومع المقاولة، ولم يسجل أي تغيير سيد الوزير في السلوك أو الممارسة. كل طلب لوثيقة إدارية يواجه بنفس التصرف، مما يدفع المواطن والمقاولة للبحث عن أساليب غير شرعية لقضاء مآربه. أين هي التدابير العملية لتحسين هذه الخدمات المرفق العام وشفافية المساطر؟ قلتم أن عندكم إجراءات ومساطر وتختمها، لكن لحد الآن سيد الوزير رغم هذه الحملة التي نؤيدها نتاع محاربة الرشوة إلا أن هذا الشيء غير كافي. بالنسبة للإجراءات اللي قمتوا بها عمليا ما شفنا حتى شيء تغيير، لأن ما زال المواطن والمقاولة تواجه بنفس المشاكل نفس الإجراءات. لهذا نطلب منكم السيد الوزير أن تسرعوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ممارسة الرشوة، لأن المواطن والمقاولة لما يمشي باش يقضي الحاجيات ديالو يلقى نفس العراقيل، ومما يضطره الى اللجوء الى مسائل غير شرعيه كالرشوه او المحسوبيه الى غير ذلك. هناك سؤال اخر يتبادر الى ذهن المواطن، وهو
ما جدوى البطاقة الوطنية اللي كان من المفروض أنها تغني المواطن عن عقد الزياد وعن شهادة السكنة، إلا أنه هذه البطاقة الوطنية الجديدة الإلكترونية أو سميتها البيومترية، لا نفس البطاقة الوطنية القديمة بحالها بحالها، المواطن لا زال يعاني نفس المشاكل. إلى مشى خصو دائما عقد الزياد، خصو دائما شهادة السكنة. هاد البطاقة مزيانة، ولكن نبغيو التفعيل ديالها باش نقصوا من الأتعاب والمعاناة ديال المواطن المغربي. وشكرا سيد الوزير. كلمة لكم سيد الوزير للرد. شكرا سيد الرئيس. بغيت اولا نقول لك بان يعني الموضوع ديال السؤال هو موضوع ديال الاكشاك الاداريه، ولكن تكلمتوا حول يعني المشكل ديال الرشوه، وغادي نجاوبكم على هذا المشكل كذلك. فبالنسبه للسياسه الحكومه في مجال محاربه الرشوه، هي سياسه يعني شموليه ومتكامله اللي كتضم عدد يعني من الاجراءات، بما فيها تحيين ودعم المنظومة القانونية، دعم الشفافية، دعم تكافؤ الفرص، تحديد الإدارة العمومية، كذلك كل ما يتعلق بما هو تحسيسي. وأذكر من طبيعة الحال البرنامج ديال التحسيسي اللي أعطينا الانطلاقة ديالو الشهر الفارط. هذه ليست بحملة، بل برنامج وطني تحسيسي اللي هو عنده واحد يعني اللي عنده واحد البرنامج برمجه على عده شهور، ماشي غير على شهر او بعض الاسابيع. ثانيا فيما يخص كل ما يتعلق بالمساطر الاداريه والاجراءات الاداريه، الان البرنامج الوطني اللي عندنا واعطينا الانطلاقه ديالو هو تبسيط المساطر الاداريه. شكرا لكم سيد الوزير. بعد انتهى الوقت نمر للسؤال الموالي.